سلام الله عليكم مشاهدينا. بعد أن انتهت منذ أيام مهلة المجلس التأسيسي التونسي الذي انتخب في 23 من أكتوبر 2011 ولمدة عام، وألقيت على عاتقه مهمة كتابة الدستور الدائم للبلاد، فتح باب الجدل واسعا بين المعارضة والسلطة حول عمل ودور المجلس التأسيسي في المرحلة المقبلة. فبينما ترى المعارضة أن عمل هذا المجلس كما الحكومة الحالية قد انتهى وفق ما تعهدت به وثيقة أحزاب الائتلاف الحاكم، تعتبر أحزاب السلطة أن الإبقاء على المجلس والحكومة هو ضرورة وطنية إلى حين الانتهاء من كتابة الدستور وتنظيم انتخابات عامة في البلاد تفاديا للفراغ السياسي. ووسط الدعوات إلى ديمقراطية توافقية في البلاد، يبدو التوافق على دستور دائم مهمة صعبة في ظل انقسام حاد بين المعارضة والسلطة حول بنوده، لا بل أن الخلاف عليه بات أيضا بين أطراف ترويكا الحاكمة نفسها. ورغم محاولات جمع الأطراف على طاولة الحوار للاتفاق على شكل المرحلة المقبلة، إلا أن تباين المواقف والانتقادات المضادة ظلت سمة المشهد السياسي في تونس حتى الآن. توتر سياسي يرافقه غليان في الشارع ضد العنف السياسي وخيبة أمل من حدود ما تحقق في مرحلة ما بعد الثورة. كيف ستخرج تونس من هذه الأزمة السياسية الدستورية؟ ومتى سينتهي المجلس التأسيسي من صياغة الدستور الدائم للبلاد؟ وهل ستتمكن القوى السياسية داخل الترويكا وداخل المجلس عموما من الاتفاق على كل بنوده؟ من يتحمل مسؤولية العنف السياسي الذي طفى على المشهد التونسي مؤخرا؟ وكيف ستضمن المرحلة السياسية الجديدة الحريات العامة وحقوق الإنسان؟ مشاهدين، هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفينا من تونس، السيدة سهام البادي وزيرة شؤون المرأة والأسرة، والأستاذ وسام الصغير عضو الهيئة التنفيذية للحزب الجمهوري. نستهل حلقتنا بهذا التقرير حول المشهد السياسي في تونس للزميل مراد الدلنسي. نتابع. دخلت تونس بعد موعد 23 من أكتوبر في سباق ضد الساعة من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم وما يفرضه ذلك من وضع دستور للبلاد وإنشاء هيئة مشرفة على الانتخابات. يأتي كل ذلك وسط تجاذبات سياسية تهدد بعرقلة مسيرة الانتقال الديمقراطي. فرغم مرور موعد 23 من أكتوبر دون حوادث تذكر، ما زالت الخلافات السياسية السمة الأبرز لهذه المرحلة الحساسة في مسيرة الانتقال الديمقراطي. فموعد الانتخابات وكتابة الدستور وإنشاء هيئات انتخابية وأعلامية وقضائية كلها نقاط خلافية بين أبرز الفاعلين السياسيين في تونس. التونسيون كانوا ينتظرون أن يتوافق الفرقاء السياسيون حول خريطة طريق واضحة. التونسيون كانوا ينتظرون أن يطمئنوا على مستقبلهم وعلى مختلف المحطات القادمة وأولها تاريخ الانتخابات ونهاية كتابة الدستور. الأحزاب الحاكمة اتفقت على موعد 23 من حزيران يونيو لإجراء الانتخابات، ودعت نوابها إلى التسريع بمناقشة الدستور، كما اتفقت على النظام الرئاسي المعدل كشكل للنظام السياسي لتونس ما بعد الثورة، خطوات اعتبرتها حكومة الترويكا كفيلة بتخفيف التوتر السياسي. لكن المعارضة ولئن أبدت ارتياحها لبعض النقاط إلا أنها أبدت اعتراضها على البقية، وخاصة تاريخ إجراء الانتخابات، وهو ما أثار حفيظة الجهاز التنفيذي في تونس. إذا قدمنا جوان لا جوان غير لائق، فما الفلاحة يحصدوا، فما تلامذة يقراوا، وهذا من حقيقة محشم، معناه هذا مقرف. إذن ما بين جدل السلطة والمعارضة حول ملفات أساسية، يبقى مستقبل عملية الانتقال الديمقراطي غامضا في ظل الاتهامات المتبادلة بين الحكومة ومعارضيها وفشل مؤتمر الحوار الأخير في لم شمل الفرقاء السياسيين. إذن ربما هذا التقرير لخص واقع المشهد السياسي حاليا في تونس في مرحلة ربما تعتبر من أدق مراحل تاريخ تونس المعاصر. معالي الوزيرة سيدة البادي، هل هناك تصور واضح لدى الكتل السياسية، لدى الحكومة، لدى المجلس التأسيسي، تصور واضح لمرحلة ما بعد 23 من أكتوبر؟ هل هناك خطة طريق واضحة، تصور واضح لدى الكتل السياسية كيف ستكون هذه المرحلة؟
سيد الحزيز، شكرا على السؤال، واسمح لي في البداية أن أعبر لك على فخري الكبير وأنت تعرض هذا التقرير، لأنني أقول أخيرا يقع هذا في تونس، لأن تونس التي ضربت فيها الحياة السياسية والتي ماتت فيها الحياة السياسية منذ عقود أصبحت فيها معارضة تعارض وسلطة تنفيذية تقترح ومجتمع مدني يجعل بصمته ويقول كلمته، وكل هذا الحراك هو في حد ذاته إيجابي جدا، ونحن نفتخر بأن يقع مثل هذا في تونس اليوم. طيب مع الوزيرة، هذا متفقين عليه، يعني كل ما يقع ما قبل الثورة غير ما بعد الثورة، هذا متفقين عليه أن تونس تعيش الآن مرحلة ما بعد ثورة شعبية حقيقية يفتخر بها كل التونسيون وربما كل العرب والأحرار في العالم. في المرحلة الانتقالية الآن في تونس، وهو المخاض العسير للوصول إلى مرحلة يعني الديمقراطية أو الدولة المدنية أو ما تطمح إليه الثورة، هل هناك تصور واضح لهذه المرحلة؟ تونس؟ نعم أكيد، ويجب أن يكون هناك تصور واضح. نحن في تونس اخترنا أن أصعب أنواع الديمقراطيات، وهو أن يحكم البلاد أحزاب مختلفة عن بعض إيديولوجيا وفكريا وفي برامجها وفي مناهجها، ولكن وصلنا والحمد لله في آخر الأمر إلى توافق، وهذا أيضا بفعل نضج هذه التجربة، تجربة الائتلاف الحاكم أيضا، وبفعل الحوار الذي نضج أيضا مع المعارضة ومع الأطياف العديدة التي تكون المشهد السياسي اليوم. والذي اتفقنا فيه هو شيء هام وهام جدا، أن نتفق على نظام الحكم، هذا أمر هام جدا. أذكركم أنه في المؤتمر الأخير للنهضة قد صوت أبناء النهضة في أغلبهم تقريبا على النظام البرلماني، وأن نصل اليوم إلى تراجع عن هذا الخيار الشعبي لأكبر حزب في البلاد، ذلك أيضا هو انتصار للصوت الآخر، وهو انتصار لتغليب مصلحة الوطن. أن نتفق على أن يصبح برنامج الحكم، نظام الحكم في المرحلة القادمة نظام معدل، هذا أمر هام وأساسي. أن نتفق اليوم على الهيئة العليا للانتخابات، وأن تكون مستقلة، وأن ينتخبها المجلس التأسيسي، وأن يكون في آخر الأمر النظر إليها في تحديد ما اختلفنا عليه من تاريخ الانتخابات. فأنا أتصور أن الكلمة الأخيرة ستكون لهذه الهيئة المستقلة للانتخابات، أن نصل إلى توافق حول إنهاء الدستور، وأن نحسم الخلاف الهام جدا في القضايا الأساسية والمصيرية. طيب، في أيضا داخل الدستور وفي فصول هذا الدستور. هذا كله مع الوزيرة، أمور ستربحنا الوقت. نعم مع الوزيرة، هذه الأمور ما يسعى إليها التونسيون هذا اليوم أو الكتل السياسية هذا اليوم، لكن كما تعرفين فإن هناك عوائق، هناك مشاكل، هناك اختلافات، وهناك ربما نوع من التنافس السياسي الحاد حاليا في تونس. الحديث الآن لدى أحزاب المعارضة عن انتهاء مهلة 23 من أكتوبر 2011، أي تاريخ انتخاب المجلس التأسيسي والحكومة المنبثقة عن هذا المجلس، والتي شكلتها ترويكا حاكمة من حزب النهضة، حزب من أجل مؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب التكتل الديمقراطي. اليوم أحزاب المعارضة مع الوزيرة تقول بأن ترويكا الحاكمة لم تلتزم بالوثيقة التي وقعتها هي بنفسها، بأنها بعد عام سوف تحل نفسها وسيكون هناك يعني نوع من الانتخابات الجديدة، توافق، مرحلة جديدة. لماذا ألزمت هذه الأحزاب نفسها بهذه الوثيقة، ولماذا تراجعت عنها بعد عام؟ أذكر بأمر هام وهام جدا. أذكر أن المعارضة هي أيضا ممثلة داخل المجلس التأسيسي، وأن التجاذبات والحوار وتنضيج الحوار داخل المجلس التأسيسي هو الذي أخر أيضا عملية الانتهاء من الدستور. كما أن المجلس التأسيسي له أيضا مهمة التشريع ومهمة نظر في القوانين، مهمة مناقشة الميزانية، له مهام أخرى إضافة إلى مهمة صياغة الدستور. والأحزاب التي تشكك اليوم في الشرعية هي أساسا ممثلة داخل المجلس التأسيسي، بل هي ربما أكثر من يعطل ومن يعرقل عملية تقدم كتابة الدستور وصياغة الدستور ومناقشة الدستور فصلا فصلا. فهي وكأنها تتحدث عن إنهاء الدستور وهي غير معنية بالأمر. اليوم المجلس التأسيسي ممثل بكل الأحزاب، وإذا وقع التوافق والإسراع فذلك من شأن المجلس التأسيسي، والمجلس التأسيسي سيد نفسه. وإذا تتأخرت الأشغال لأن المجلس يحتاج إلى تنضيج وترشيد ومناقشة بعض
الفصول التي يمكن تأخذ أكثر من الوقت. أنا في تقديري ليس المهم هو الإسراع في إنهاء كتابة الدستور، ولكن المهم هو التوافق لكتاب الدستور يمثل كل الأحزاب، ولقد وقع تنضيجه بالحوار حوله من طرف كافة الأحزاب. كلام جميل. هذا أمر هام وهام جدا. اسمحينا نأخذ رأي الأستاذ وسام الصغير. أستاذ وسام، هل تتوافق مع معالي الوزيرة في تشخيص هذه المرحلة وأيضا المرحلة المقبلة في طريق التعاطي مع الملفات الشائكة التي تواجه البلاد؟ شكرا. في البداية نحب نتقدم بالتحية إلى الأمة العربية الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأتمنى أن يكون طالع خير على كل المسلمين وعلى الإنسانية جمعاء. أولا شكرا للسيدة الوزيرة سيهان بادي بتقدمها ببعض معناها في تفاؤلها في التعامل مع المرحلة وتركيزها بشكل كبير ياسر على كلمة التوافق. وأنا باسم الحزب الجمهوري أأمل أن تكون لهذه الحكومة، لحكومتنا المتشكلة من ثلاثي، فريق ثلاثي ترويكا الحكم، أن تكون لهم هذه الإرادة التي برهنت عنها أو تقدمت بها الأستاذة. لكن في المقابل ضرورة أن نتقدم ببعض المؤشرات لنضعها في مقارنة مع ما تقدمت به معالي الوزيرة سيهان بادي. أولا أريد أن أذكر أنه منذ شهر جوان دعا الحزب الجمهوري، دعا في ندوة صحفية وفي تصريحات نوابنا في المجلس الوطني التأسيسي والأمينة العامة للحزب الأخت ميجربي، دعا إلى ضرورة الوفاق والحوار الوطني كضرورة ملحة لتفادي أزمة وقوع الشرعية محل نقاش بعد 23 أكتوبر. ولكن في المقابل حصل اجتماع فقط المبادرة اللي نذكر أنه تقدم بها الحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، حصل اجتماع فقط مع الأحزاب التي دعت إلى هذه المبادرة من قبل مكونات الحكم. لكن في المقابل ونذكر زاد أنه فما الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية العديدة التي لها دور مهم في عديد المحطات اللي تمر بها تونس في السابق كما في الحاضر. نعم، دعا للحوار، بمبادرة للحوار الوطني، تقدم بمبادرة للحوار الوطني سوف نتحدث عنها. لكن أستاذ وسام، اجتماع المجلس التأسيسي الذي عقد بالذكرى الأولى لانتخاب المجلس التأسيسي، حضره رئيس الحكومة، حضره رئيس الجمهورية، وقاطعه نواب المعارضة، ماذا تعني هذه المقاطعة؟ يعني مع انتهاء مهلة 23 تفهم هذا هذه الكريم. لو سمحت لي، تفهم هذه المقاطعة من قبل الأحزاب إما عدم اعتراف بشرعية المجلس التأسيسي منذ تاريخ 23 ذكرى انتخابه، أو أنها مقاطعة احتجاجية على عدم يعني للتمديد للمجلس التأسيسي والحكومة؟ هل قاطعت الأحزاب المعارضة مقاطعة نهائية على اعتبار أنه المجلس لم يعد شرعيا؟ هو في الحقيقة كيف كما ذكرت بأنه نتمنى أن تكون هنالك إرادة للوفاق والحوار والخروج من الأزمة التي نعيشها في هذه المرحلة. لكن نحب نذكر أن المقاطعة لم تكن إلى أشغال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي، بل كانت مقاطعة للجلسة الافتتاحية التي أرادت من خلالها حكومة الترويكا أن تقوم باحتفال بمناسبة 23 أكتوبر. احنا ككتلة ديمقراطية وكنواب الحزب الجمهوري والمعارضة الديمقراطية رفضنا أن نشارك في هذه الجلسة الافتتاحية التي نرى أنه من الضروري أن يكون عوض الاحتفال بهذه المناسبة أن تكون مناسبة لدعوة كل الفرقاء السياسيين للنقاش حول الاستحقاقات المقبلة وما يجب أن تقدم عليه كل المكونات السياسية من أجل الخروج من هذه الأزمة. طيب. لا أن نحتفل ونكتفي على الاحتفال فقط، وهي في انسجام مع مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل الداعية للحوار الوطني والتي قطعتها أحزاب الحكومة بتعلة أنه معناها هنالك مكونات سياسية يرفضون الحوار معها. طيب، هذه نقطة أساسية أستاذ وسام، اسمح لي أن أقولها لمعالي الوزيرة البادي. سيدة البادي، يعني ركز ضيفنا الأستاذ وسام من الهيئة التنفيذية للحزب الجمهوري، ركز على موضوع المبادرات التوافق أو مبادرات الحوار، وأهمها مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي قاطعتها حركة النهضة وأيضا حزب المؤتمر من أجل الجمهورية. لماذا تم مقاطعة
يعني دعوة لطاولة حوار ربما قد تفضي إلى توافقات، كنت تتحدثي عن حاجة البلاد لها قبل قليل. نحن فعلا ثمنا على هذه التجربة، على تجربة الدعوة إلى حوار وطني، وهذا الحوار الوطني فقط نحن كان عندنا تحفظ على كل من يشكك في الشرعية، شرعية مجلس تأسيسي وانتهاء الشرعية. كنا نرفض أن نجلس مع من يشكك في الشرعية، ولأنه لو شككت في الشرعية وقلت أن كل الأمور تنتهي يوم 23، ماذا تريد للبلاد؟ تريد للبلاد أن تصبح بدون سلطة تنفيذية وبدون سلطة تشريعية وبدون مؤسسات تحكم البلاد؟ هذا رأيي في اعتقادي غير مسؤول، وهذا رأي لا يريد الخير للبلاد. هذا أمر. الأمر الثاني، نحن كنا نرفض الجلوس إلى كل من تسبب في ما وصلت إليه البلاد من تجويع وتشريد وضرب للديمقراطية واستبداد طيلة العصور القادمة. نحن لا يمكن أن نبني توافق، ولا يمكن أن نحقق أهداف الثورة بأعداء الثورة، ولا يمكن أن نحقق اليوم حرية وديمقراطية بناس تعادي أصلا الديمقراطية ولا تؤمن بها، بل ساهمت مدة العهود الماضية كلها في ضرب الديمقراطية وفي ضرب كل تونسي حر يريد لبلاده أن تنهض ويريد أن يرفع رأسه. طيب معالي الوزيرة، أنت تشيرين بشكل واضح، نقطع معها ولا نجلس معها في مائدة الحوار. أنت تشيرين بشكل واضح إلى حركة نداء تونس التي تتهمونها بأنها يعني تضم في صفوفها من حزب التجمع الدستوري الحزب الحاكم المنحل حزب بن علي. سأكمل معك معالي الوزيرة وأيضا ضيفي الأستاذ وسام ومشاهدينا، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، نتابع حلقتنا في حديث الوطن التي نخصصها اليوم للحديث عن الوضع الداخلي التونسي في مرحلة التحول الديمقراطي. سنحاول الآن بعد الفاصل طبعا متابعة النقاش حول التوافق الوطني، ولماذا لا يتم حوار وطني بين الأطراف، أو ما الذي يمنع ذلك، وأيضا سنبحث الخلافات داخل الترويكا الحكم نفسها، وأيضا الخلاف بشأن بنود الدستور. وفي هذا السياق نعرض بعض ما جاء في الصحافة التونسية حول هذا الموضوع. كتب عبد الرزاق قيراط تحت عنوان تونس في فخ الشرعية التوافقية قائلا: ماذا يجري في تونس هذه الأيام؟ الجميع ينادي بالوفاق وينخرط فيه بدعوى الحفاظ على المصلحة الوطنية، لكن الوفاق المنشود محفوف بشبهة تهدد الديمقراطية على اعتبارها منافسة شفافة ومعادلة تقوم على مبدأ الاختلاف. والدليل على ذلك أن أصوات متهافتة ارتفعت في الآونة الأخيرة تشكك في الشرعية الانتخابية التي مضى عام على تأسيسها، وتطالب بإرساء الشرعية التوافقية بدلا عنها. ويتابع قيراط: الوفاق بدعة سياسية تخذل الجماهير التي أعطت أموالها وأصواتها لفريق تشجعه وتؤمن بقدرته على تحقيق الأهداف لصالحها. فهل نسيت أغلب الفرق أو الأحزاب التي احترفت السياسة بسرعة تلك الجماهير وخانت العهود التي ائتمنت عليها؟ لماذا منحناكم حينئذ أصواتنا؟ وما قيمة الانتخابات التي أجريت قبل عام والتي ستجرى بعد أشهر إذا صار الوفاق مقدما على الديمقراطية؟ أما توفيق المديني فكتب تحت عنوان حصاد عام من التحول غير المكتمل في تونس قائلا: تتمسك أحزاب المعارضة التونسية بموقفها القائل إن الشرعية الانتخابية لإدارة المرحلة الانتقالية من قبل حكومة الترويكا لم تعد كافية، بل إن الأمر بات يتطلب دعم تلك الشرعية الانتخابية وإسنادها بشرعية توافقية بين الترويكا الحاكمة والمعارضة الديمقراطية، ولا سيما في ضوء الصعوبات التي تواجهها الحكومة وعجزها أحيانا عن إدارة بعض الملفات بحسب تصور المعارضة، وبالنظر أيضا إلى أن الحكومة المؤقتة أخفقت في تحقيق أهداف الثورة التونسية بحكم طبيعتها الاجتماعية الرجعية. ويضيف الكاتب: يؤكد استمرار السجال والتوترات السياسية وجود أزمة سياسية عميقة في تونس ترافقت مع تنامي الشعور بالغضب العارم من قبل فئات واسعة من الشعب التونسي ضد حركة النهضة، القوة السياسية المهيمنة في الترويكا الحاكمة، ما رده أنه منذ انتصار الإسلاميين في الانتخابات تحول ربيع الثورات العربية إلى شتاء إسلامي.
فزخم الديمقراطية الذي انطلق عام 2011 أدى في المحصلة النهائية إلى الفوضى والتراجع عن تحقيق الأهداف الحقيقية للثورة الديمقراطية برغم دخول ربيع هذه الثورة العام الثاني. إذن مشاهدينا الكرام، هذا كان بعض ما أوردته الصحافة التونسية من آراء ومواقف حول موضوع التوافق. مع الوزيرة، ونحن نتحدث عن موضوع التوافق وكنت تتحدثين عن عدم الرغبة في الجلوس أو القطع مع الماضي وعدم الجلوس مع رموز العهد الماضي بسبب أننا اليوم في ثورة في تونس، لكن هناك رد أيضا بالمقابل من حركة نداء تونس تقول بأنه يعني أنه أيضا أنتم تجلسون داخل قبة المجلس التأسيسي مع أحزاب، مع تجمعيين، يذكر على سبيل المثال حزب المبادرة الذي يقوده كمال مرجان آخر وزير خارجية بعهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. أيضا كان هناك ملاحظات عديدة على بعض التعيينات، يعني تعيين محافظ سيدي بوزيد الذي اتهمه الأهالي بأنه من حزب التجمع الدستوري حزب بن علي، أيضا تعيين حاكم البنك المركزي الذي قيل أنه أيضا شاذ العياري الذي قيل أنه أيضا من التجمعيين، فيقولون لماذا لا يجلسون معنا إذا كانوا هم أصلا يجلسون مع تجمعيين في المجلس التأسيسي ويعينوهم محافظين ويعينوهم كمدراء للبنك. شوف سيدي، فيه مسألتين في هذا الأمر. مسألة نقولها بكل وضوح أنه لا شرعية إلا شرعية الانتخابات، ولا شرعية إلا شرعية الصناديق، ولا مجال للتآمر على خيار الشعب، ولا مجال للتآمر على الديمقراطية. فالشعب قد اختار، وإذا كان قد أخطأ الاختيار سيختار من يراهم أهل في المرة القادمة، ولكن عبر قوانين انتخابية وعبر حملة انتخابية منظمة تديرها هيئة مستقلة وعبر صناديق الاقتراع سوف تفرز نتائج يحترمها الجميع. هذا أمر يعني لا رجعة فيه، وليس هناك حديث اليوم على أي شرعية غير الشرعية الانتخابية والشرعية التي اختارها الشعب وقال فيها الشعب كلمته. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية، نحن حين نقول أننا لا نتعامل مع زيد أو عمر، يعني نحن لا نقصي كل الشعب الذي كان يتعامل بشكل أو بآخر مع النظام القديم وكان ذلك من الضروري وتحتمه الظروف ولم يكن هناك خيار للشعب في بعض الأحيان إلا أن ينخرط في ذلك النسق وأن يشتري بطاقات الانخراط حتى ليحمي نفسه وليحمي لقمة عيشه. نحن حين نقول أننا نريد أن نحاسب ناس مسكوا وظائف سامية وعليا من خلالها استعملوها كوسيلة للاستبداد، كتبوا تقارير في الناس، زجوا بهم في السجون، عذبوهم، ساهموا في عمل مساهمة مباشرة في عملية الاستبداد وعملية القمع، قتلوا، شردوا، جوعوا، ولكن كمسؤولين على هذا وكمنخرطين انخراط مباشر في هذا البرنامج القمعي الاستبدادي الإرهابي. ولكن شرائح عديدة كانت مع النظام، ولا يمكن أن نحاكم كل الناس. نحن سنحاكم فقط ونحاسب فقط في ظل العدالة الانتقالية وبقوانين العدالة الانتقالية إلا الذين تورطوا في ملفات فساد وفي قضايا عانى منها الشعب التونسي الكثير، وهم أشخاص قد يعدون بالعشرات أو بالمئات، ولا نريد أن نقول أننا سنحاكم كل الشعب وإلا كل من كان ينتمي إلى الحزب التجمع المنحل، ولكن نحاكم من كانت له مسؤولية مباشرة. طيب اسمحي لي أن نشرك معنا في هذا الحوار أيضا من تونس الأستاذ سمير الديلو المتحدث باسم الحكومة التونسية. أستاذ سمير ديلو، اليوم كأننا نشهد خطابا حادا على غير يعني ربما يكون الأعلى تصعيدا. الباجي قائد السبسي يرد على الشيخ راشد الغنوشي اليوم برد يعني فيه كثير من الحدية، يقول الشيطان يعرف الشيطان، نحن لدينا ما نتهمكم به ولكننا لا نريد، أعتذر عن ثقتي السابقة بحركة النهضة لأنني كنت أعتبرها إسلام معتدل وهي ليست كذلك، فيقوا على أرواحكم، وغير ذلك من التصريحات الحادة. إلى أي حد أستاذ سمير ديلو هذه التصريحات تهدد المرحلة الانتقالية الحالية والتوافق الحاصل باتجاه الديمقراطية أو باتجاه تحقيق أهداف الثورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وانتم بخير. انا اعتقد ان اولا ليس من المفيد ولا من الناجع التشخيص، كلنا تتعدنا عن التشخيص وتحدثنا في المبادئ العامه وفي المداخل المنهجيه وفيما يجمعنا والذي هو اكثر بكثير مما يفارقنا، كلما كانت مصلحه الوطن هي الرابحه وكلما شخصنا
كلما دخلنا في التفصيلات لا أظن أن المواطن التونسي سيكون مستفيدا. الملاحظة الثانية هو أنه كان من المفروض أن الزعامات السياسية هي التي تسحب الخطاب السياسي نحو الأعلى، لأننا نشهد حالات من الانفلات اللفظي ومن العنف اللفظي الذي يوجه رسالة خاطئة إلى قواعد الأحزاب تتجسم في الشوارع أحيانا عنفا جسديا. فمن المفيد أن تتمتع القيادات بالتحفظ وبالرصانة والالتزام، وأن تبتعد عن الخطاب اللاذع والمهيج للجماهير. على كل حال أنا أعتقد أن كل المسؤولين السابقين والحاليين، كل من تحمل مسؤولية في الدولة يجب أن يحظى بالاحترام. ومرة أخرى نقول أن في هذه الحكومة على نفس المسافة من جميع الفرقاء السياسيين ومن الأطراف الحزبية، وندعوهم جميعا إلى أن يتحروا بالانضباط، خاصة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد التي يجب أن تتوحد فيها جهودنا على ما يجمعنا، وهو مرة أخرى أكثر بكثير مما يفرق الأحزاب السياسية فيما بينها. طيب أستاذ سمير ديلو، اليوم في تونس هناك اتهام أو هناك ملاحظة بدأ يتحدث عنها الجميع حاليا في تونس، وهي ازدياد ظاهرة العنف السياسي في تونس. هل تتحمل أو الكثير منهم يحملون الحكومة مسؤولية هذه الظاهرة، ظاهرة العنف السياسي، مقتل الناشط محمد لطفي نقد، والهجوم المعارضة على الحكومة الحالية بالقول أن هناك ميليشيات تدعم حركة النهضة أو تدعم الحكومة الحالية، وهي روابط حماية الثورة التي قتلت تتهمها المعارضة بقتل السيد نقد؟ بخصوص هذه الحادثة يجب التثبت في المعطيات. كانت مسيرة سلمية، تجولت على مقرات عديدة وطالبت بالتطهير بغض النظر عن موقف الحكومة من هذه المطالبات، لأنه يجب أن نحاسب على أفعال. القضاء يتعهد بالأفعال والقانون ينطبق على من يخالفهم. ولكن الحادثة المعنية والتي سميت اغتيالا سياسيا، أنا أعتقد أن في ذلك تجاوزا لفظيا كبيرا، لأن الأمر يتعلق بتبادل عنف فقدنا فيه للأسف الشديد روحا بشرية، والأخلاق النقض رحمه الله. ولكن أيضا هناك متضررون من المتظاهرين الذين رشقوا بزجاجات المولوتوف من شرفة الاتحاد الجهوي للفلاحين التطوي. ولكن طيب. على كل حال حركة النهضة ردت على من اتهمها باستعمال العنف، وقالت أنها لم تستعمل العنف عندما كانت مستضعفة، عندما كانت تتعرض للتنكيل والابتهاج، فكيف تستعمله وهي مشاركة في الحكم؟ طيب أستاذ سمير، على أنه من الناحية المبدئية البينة على من ادعى. طيب أستاذ سمير، هناك مطالبة من قبل أحزاب المعارضة لحل روابط حماية الثورة أو لجان حماية الثورة المقربة من حركة النهضة، واتهامها بأنها ميليشيات عنف، معتمدين على بعض التصريحات لبعض الشخصيات المنضوية لهذه الروابط بالقول أننا نطهر البلاد وغير ذلك. أنتم كحكومة هل توافقون أو ترون من مصلحة لحل مثل هذه الروابط؟ لجان أحباء الفرق الرياضية، بعض اللجان أحيانا تستعمل العنف وتحطم تجهيزات الملاعب، فلا يعني أن نحل لجان أحباء كل الفرق الرياضية. هذه جمعيات، هذه روابط هي جمعيات تقدمت مطالب تأشيرة وحصلت عليها، وكل من يخالف القانون يطبق عليه، ليس هناك أحد فوق القانون سواء كان مقربا من الحكومة أو مقربا من المعارضة، الجميع سواسية، وكل من يثبت عليه استعمال العنف أو الدعوة له يحاسب. ليس هناك تجريم بالجملة، ويجب أن يستفرغ الفعل القانوني بأركانه المادية والمعنوية. أما إلقاء التهم هكذا جزافا فهو يدخل في باب التجارب السياسي والخلفية الانتخابية لغير. نعم، سمير ديلو المتحدث باسم الحكومة التونسية حدثنا مباشرة من تونس العاصمة، أشكرك جزيل الشكر. أستاذ وسام، أخذ رأيك بكل ما قيل حاليا وتحديدا ما قالته معالي الوزيرة حول الشرعية الانتخابية. أعلنت الحكومة عن مقترح لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 23 يونيو/حزيران 2013. في 7 يونيو/2013 سيكون هناك الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. هذا ألا يلبي مطلب المعارضة في أن يكون هناك خط واضح ما بعد تاريخ 23 أكتوبر؟ اسمح لي أستاذي الكريم أن أتفاعل في بعض ما قيل، ثم أتقدم فضل. بموقف من مقترح الترويكا فيما يخص الانتخابات المقبلة. فضل. أولا الأخت معالي الوزيرة سيهان بادي تقدمت بجملة معناها أخذت وقت مطول في التعبير على موقف أو تصور تراه
هو ما يحكم المرحلة التي تقدم عليها الحكومة من مواقف وتوجهات عامة. أولا قالت وركزت على أن الشرعية لا يمكن أن تكون إلا انتخابية، ونحن لهذا السبب دعونا كل الفرقاء السياسيين إلى ضرورة الحوار وضرورة الاتفاق على خارطة طريق مقبلة، لكن لقينا من المعارضة ووجدنا من المعارضة إلا رفض هذا الحوار، أولا بمقاطعة مبادرة الحزب الجمهوري في الأول، ثم وعندما لبينا نداء الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل وشاركنا معه في المبادرة التي اعتقدنا أنها مبادرة ستكون لها انطباع وستكون لها دور كبير في الانتقال في الخروج من هذا المأزق، من المأزق، وجدنا منهم بعد تصريح السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة بأنه يدعم هذه المبادرة، وجدنا رفض من حكومة، من حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية المشاركة في هذا الحوار الوطني، وهذا هو مشكل التناقض بين التصريحات والممارسات السياسية التي نعتقدها ستضر بتونس وستضر بالمحطات القادمة. أولا أنا أتساءل من عين رئيس تحرير جريدة الصباح؟ أنا أتساءل من رئيس جريدة الصباح المناشط والذي اشتغل خطة عون بوليس؟ من عين مديرة التلفزة الوطنية 2 وهي مناشدة، وكل المقالات التي تصدر الآن وتنشر على شبكات فيسبوك هي من قامت بنشرها منضاد باسمها؟ من عينها؟ من عين محافظ البنك المركزي الذي تقلد مهام كبرى في حكومة الدكتاتور بن علي؟ من عين والي محافظة سيدي بوزيد الذي رفضه حتى مكتب حركة النهضة بالجهة؟ من عينه؟ من عين؟ من نقطة أخرى، وزير الشؤون الاجتماعية الذي تدور صوره الآن تروج على صفحات الفيسبوك، والذي كان يقوم باجتماعات في لجان التنسيق والآن موجودة الصور على الفيسبوك. أعتقد بأن الترويكا هي من تقوم بإعادة التجمع، هي من تقوم بإعادة رموز الفساد، لأنهم رفضوا تناول مقترح الحزب الجمهوري. طيب هذا هذه ملاحظاتك أستاذ وسام الصغير على الفساد، رفضوا تناول هذه ملاحظات على ما جرى من مداخلات قبل قليل، وأريد إجابة على سؤالي حول موعد أو الشرعية الانتخابية وموعد الانتخابات الذي تقدمت به الحكومة. نعم. لكن نعم. لكن بعد فاصل، أرجو أن تبقى معنا. تحية من جديد مشاهدينا في حديث الوطن الذي نتناول فيه تونس في مرحلة التحول الديمقراطي. سنكمل الحوار مع ضيوفنا الأكارم، وأيضا سوف نحاول أن نتحدث في هذا المحور أيضا عن واقع الحريات وحقوق الإنسان في تونس اليوم وسط تحذيرات منظمات حقوقية من تراجع وضعها مؤخرا. وقبل ذلك نستعرض آراء بعض المواطنين في هذا التقرير. بالنسبة للصراعات السياسية، الشعب التونسي نحى الخوف، اللي ما يساعدوش يخرجوا من الشارع. حريتك نمط حياتك الشخصي ما عادش حر فيه، ما تنجمش تعيش كما تحب انت. يستحيل كما زي يرجع الاستبداد لتونس، ولا يرجع القهر لتونس، ولا ترجع الدكتاتورية لتونس. حسب التركيبة نتاع المجلس التأسيسي الحالية صعيب شوي باش يضمن قدر كبير من الحريات للشعب التونسي. والله بالنسبة للدستور الجديد ما نضمنش، نضمن حتى شيء، فهمتني؟ لأن فهمني في المجلس التأسيسي بصفة عامة ما هم بيدهم مش متفاهمين. ثم إيجابيات، ثم توجهات إيجابية، وهذا ما زال النظر فيه باعتبار نقاش ما زال موجود. والتسريبات اللي قاعدة تظهر هو دستور مش يهمش أكثر العباد اللي صارت. أستاذ وسام الصغير، في تونس كنا نتحدث عن موضوع الانتخابات، وأريد أن أسألك بشكل مباشر، أن تجيبني بشكل مباشر. إذا كانت الحكومة قد حددت خريطة الطريق وضعت فيها موعد الانتخابات العامة للبلاد بتاريخ كما ذكرت قبل قليل 23 من يونيو حزيران 2013 و7 من يوليو تموز 2013 من نفس العام، ما المشكلة إذن الآن؟ نحن قلنا تفاعلنا مع هذه المبادرة في الحوار الوطني الذي دعا له المؤتمر، الحوار الوطني الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل في 16 يوم 16 يوم
16 اكتوبر حالي. نعم تفاعلنا ايجابيا وقلنا نعم قلنا بضروره دعونا الى ضروره التسريع بموعد الانتخابات. كذلك نعتقد بأن المقترح الذي تقدمت به الترويكا الحاكمة الترويكا التي تحكم اليوم هو موعد غير جدي، بما معنى أن المرحلة أو الفترة التي تقدموا بها بهذا الموعد هي تتناسب وتتزامن مع موعد الامتحانات الوطنية للشباب التونسي. وبالتالي قبل قليل أستاذ وسام، قبل قليل كان في التقرير في بداية الحلقة الذي عرضناه كان رئيس المجلس التأسيسي التونسي يتهكم على ما ذكرته أنت قبل قليل، يقول يوم حصاد ويوم امتحانات طلاب ويوم إلى آخره. دائما هناك مواعيد للناس، يعني سواء يعني فتحة المدارس أو موعد حصاد او يعني، وبالتالي كان هناك عمليه تهكم على هذا السبب لرفض الموعد. نعم انا لاحظت في لاحظت في التقرير الذي قمتم ببثه الان بقول السيد حماد جبالي رئيس الحكومه بانه شيء مقرف، واعتقد ان هذه العبارات لا تليق بمقام السيد رئيس الحكومه في هذا المجال بالذات، باعتبار ان التنافس السياسي لا يجب ان يسقط الفاعلين والمسؤولين في هذا البلاد الى منطقه التصعيد حد التجريح للاخر. لكن عندما نقول بانه موعد حصاد وموعد انتخابات وموعد بنبره تهكميه، اعتقد انه لا يمسك الملف بشكل جدي ولا ينظر الى عمق المشكل التي تمر به تونس اليوم. طيب. في هذه المرحله الحساسه، المشكل الذي اصبح يهدد شعب تونسي من عنف استشرى في كافه البلاد، وذلك بتواطئ وتساهل واضح لدى الرأي العام التونسي دون أن تتفاعل وزارة الداخلية مع ملف العنف بشكل حازم. طيب. وهنا أستاذ وسام دعونا من الحزب الجمهوري. نعم. تسمح لي أشرك معي في هذا الحوار الأستاذ حمى الهمامي رئيس الحزب الشيوعي التونسي، معي الآن مباشرة من تونس العاصمة. أستاذ الهمامي، اليوم الرأي بين أن يكون موعد الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات العامة عموما بالتوافق أو بطاولة الحوار التي قطعها البعض، أو يعني هناك مشكلة في أن تقوم الحكومة بتحديد هذه المواعيد والاعتراض عليها كان يعني بسبب الامتحانات العامة، امتحانات البكالوريا يعني الثانوية العامة في البلاد. هل تعتقد بأنه هاي مشكلة يعني يمكن الوقوف عندها، طريقة التوافق على موعد الانتخابات؟ شكرا على هذه الاستضافة. بالنسبة إلى تحديد موعد الانتخابات، أعتقد أنه هو موكول أولاً وأخيراً للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لأن وهذه الهيئة لم يقع تشكيلها بعد، لأن هذه الهيئة هي التي بمقدورها تحديد موعد الانتخابات بناءً على جملة الأعمال أو رزنامة الأعمال التي ستقوم بها من تشكيل هياكلها الجهوية، من مسألة ضبط الترسيم في القائمات الانتخابية. لابد من التذكير بأن حوالي 4 ملايين تونسي وتونسية لم تسجل أسماءهم في الانتخابات الماضية. في كلمة ثمت أعمال تابعة على مادي وقانوني لابد من القيام بها. والهيئة الانتخابية رئيس المحتمل السيد كمال الجندوبي تحدث عن مدة لا تقل عن 6 أشهر ويمكن أن تمتد إلى 8 أشهر حتى تكون هذه الانتخابات لها مصداقية. هذا أولا. ثانيا بالنسبة للموعد، أعتقد يمكن التوافق حوله إذا اتفقنا أيضا على جملة من الشروط. المهم ليس موعد الانتخابات في حد ذاته، بل المهم هو توفير الضمانات الكافية لتكون هذه الانتخابات حرة وديمقراطية. وأعني تحديد هذه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، القانون الانتخابي الذي من الضروري أن يكون قانون يضمن تعددية فعلية وبالتالي الحفاظ على مبدأ التمثيلية النسبية فيه. ثم رسالة الهيئة العليا المستقلة للقضاء، الهيئة العليا المستقلة للإعلام، وبالإضافة إلى ذلك ثمة مسألة المناخ السياسي وتحديدا التصدي
هناك موعد 23 يونيو جوان، فيعني لذلك كان الحملة الانتخابية بشأنها أن تبدأ في بداية معنا في 3 أسابيع قبل موعد الانتخابات، أي في مطلع شهر جوان، والجميع يعلم أنه موعد امتحانات مئات الآلاف. إذن أنتم أستاذ حمّى الهمامي أفهم من كلامك أنكم تعترضون على هذا، تعترضون على موعد الانتخابات الذي حددته الحكومة. بالنسبة إلى هذا الموعد حتى ثمة أطراف من الترويكا تقول أنه من الممكن المراجعة لسبب بسيط، وهو أنه في تلك الفترة بالذات ثمة التلاميذ البكالوريا ثم الطلبة وبالتالي أستاذ نعم العائلات في تلك الفترة الأساتذة، وبالتالي أنتم تعترضون في نهاية المطاف أستاذ حمّى الهمامي رئيس الحزب الشيوعي التونسي على موعد الانتخابات. أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة معنا. معالي الوزيرة سهام بادي، بما تبقى من وقت والوقت يمضي سريعا، أراجع معك فيما يتعلق بالخلافات داخل الترويكا نفسها. هل البنود المختلف عليها داخل أحزاب ترويكا الحاكمة نفسها، البنود الذي تم الحديث عنها فيما يتعلق بشكل نظام الحكم، المرأة وغير ذلك، والتطبيع وغير ذلك، هل تم التوافق عليها الآن؟ نعم، هو في حديث مستمر الآن حول أيضا أكثر تقارب وأكثر وفاق حول النقاط الخلافية، والذي يحصل هو في كل مرة فيه طرف يتنازل لصالح الطرف الآخر لما فيه مصلحة البلاد، وهذا أمر هام جدا، لأنه كما تعلمون ليس من السهل أن يحكم البلاد أحزاب تختلف مع بعض في برامجها، في إيديولوجيتها، وفي تصورها للمشروع المجتمعي الذي نريده لتونس. طيب ولكن الوزيرة تجربة الائتلاف هي أيضا لكن تجربة نضجت بحكم التجربة أيضا وبالوقت، أنه التوافق على يبدو على 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 نظام سياسي مزدوج، ألا تعتقدين بأن هذا النظام فيه مخاطر كثيرة وفي يعني خطر الأبرز وهو موضوع الصلاحيات، تقاسم الصلاحيات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، يعني هذا يحتاج إلى تناغم كبير بين المتحالفين أو الداخلين في الائتلاف حتى يكون هناك نوع من التوافق بين على موضوع الصلاحيات، ألا تعتقدين أن موضوع الصلاحيات سيكون عنوان أزمة قادمة داخل الترويكا؟ أزمة لا أظن ذلك، ولكن سيكون موضوع حديث وموضوع حوار لازم وضروري، لأنه ليس الهدف فقط هو تحقيق نظام يعني معدل، ولكن يجب أن تكون الصلاحيات تحمي البلاد من استبداد جديد. لا نريد أن يتغول أحد الأطراف أو أن يتفرد من جديد أحد الأطراف بالقرار، سواء كان من سلطة تنفيذية أو من رئاسة جمهورية. نريد أن يكون هناك إمكانية مراقبة الواحد للآخر، وإمكانية لرئاسة الجمهورية مثلا أن تحل البرلمان. يعني في صلوحيات، في حديث عليها، وكما وصلنا إلى التوافق على نظام الحكم سنصل إلى التوافق إن شاء الله على التعديل من ومن صلاحيات رئيس الجمهورية ومن صلاحيات رئيس الحكومة، حتى نتمكن من توازن بين السلطتين، والتجربة التي خذناها الآن أثبتت أن ذلك أكثر من ضروري وأكثر من مطلوب حتى يحصل التوازن في القوى السياسية داخل البلاد. طيب أستاذ وسام في نصف دقيقة يعني حتى لا يفوتنا الموضوع، موضوع حقوق الإنسان في تونس كيف تراه؟ هل هناك تراجع لموضوع حقوق الإنسان والحريات في تونس كما تقول بعض التقارير الواردة الصحفية وغير الصحفية الواردة من تونس، أم أن ومن يتحمل المسؤولية؟ نعم، هو في الحقيقة أضيف إلى ما ذكره الأستاذ حمّى الهمامي أمين عام حزب العمال لجملة النقاط التي يجب أن تتوفر لإنجاح الانتخابات المقبلة، وأضيف لجملة النقاط التي أتوافق معه التي نتوافق حولها مسألة السلم الأهلي الذي أصبح مهدد في تونس. لا يمكن إجراء انتخابات ونسجل كل يوم اعتداء وعنف متواصل بلغ إلى حد القتل. هذا خطر يهدد تونس. لا يمكن أن نمر إلى انتخابات دون أن تكون وزارة الداخلية يشرف عنها مسؤول أول مستقل، وبالتالي قلنا نادينا بضرورة بطرح نعم. مع ضرورة تحييد وزارة الداخلية على الحسابات الحزبية الضيقة. إذن أنت تحمل وزارة الداخلية والأستاذ نعم. الأستاذ أنت أستاذ وسام الصغير انتهى الوقت علي العريض أنت تحمل وزارة الداخلية وتحمل حركة النهضة
مسؤولية نحمل حركة النهضة التواطؤ هي والمؤتمر من أجل الجمهورية في التواطؤ وعدم المسك بالملف الأمني الذي من خلاله سنتمكن من المرور إلى الانتخابات ضمن النقاط الأخرى التي تم طرحها. شكرا جزيلا أستاذ وسام الصغير عضو الهيئة التنفيذية للحزب الجمهوري، أشكرك جزيل الشكر وأيضا كل الشكر لمعالي الوزيرة سهام بادي وزير شؤون المرأة والأسرة، حدثتماني مباشرة من تونس العاصمة. مشاهدينا الكرام، حديث الوطن انتهى لهذا اليوم، لكم احترامي كمال خلف، السلام عليكم.